الفن نور، وهذا الطريق الذي اهتدى به مجموعة من الفنانين المكفوفين، فأقاموا مسرحهم ليقدموا فقرات تسهم في تشخيص الواقع حتى وإن لم تره أعينهم. هؤلاء خرجوا لمساندة المحتاجين، مطالبين بنفس الوقت بسقف يستظلون تحته ويبثون همومهم على خشبته. احنا مجموعة من المكفوفين، معظمهم في فرقة السراج المسرحية، جاءوا ليشاركوا هذا الجمهور العريض وهذه الناس التي خرجت مطالبة بحقوقها ومطالبة بحياة سوية. نحن أيضا نطالب كما هم يطالبون، لكننا باعتبارنا كفرقة مسرحية نسعى لأن يكون لنا مسرحا وخيمة وسقفا يستظل به هؤلاء المكفوفين الذين معظمهم مبدعين فاعلين في حقل المسرح وفنونه المتعددة. جينا احنا نيابة عن باقي الفنانين المسرحيين نطالب بها، لأن اليوم المسرح مهمل جدا. فأعتقد مطلب بسيط جدا جدا لو أن الدولة التفتت إلى هذه الشريحة كي يحققوا آمالهم وأمانيهم في هذه الخشبة المقدسة. لذلك خرجنا هذا اليوم، قلت لك بالإضافة إلى باقي المطالب، نطالب بإنشاء مسرح حديث حر يتكلم بلسان الحرية ولسان التقدم والحضارة. المكفوفون طالبوا بتفعيل بعض القوانين المقرة وغير المفعلة لذوي الاحتياجات الخاصة. احنا اليوم نطالب، مطالبنا بسيطة ومشروعة، حالنا حال بقية الشعب. نطالب بمطالب تخص شريحتنا، تهم شريحتنا، شريحة المكفوفين، أو يعني عنها تكون شريعة ذوي الإعاقة. عندنا قانون 38 ذوي الاحتياجات الخاصة، هذا قانون غير مفعل. عندنا قانون 57 ضحايا ارهاب، هذا قانون غير مفعل. فاحنا جزء من هذا كله، نريد الربطه والنادي والناشد به بالمسرح وبالبيت الثقافي. واثبت فنانو فرقه السراج للمكفوفين قدرتهم الفائقه على تخطي الصعاب والقيام بكل الاعمال التي يقوم بها المبصرون من خلال الاعمال المسرحيه التي قدموها، والتي اكدوا خلالها ان كل الاحلام تتحقق بالتحدي والاراده، ولا وجود لشيء اسمه مستحيل.